الحمد لله رب العالمين يا رب ارزقنا الصبر على البلاء وارزقنا الرضا بالقضاء وارزقنا الشكر عند الرخاء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. واشهد ان لا اله الا الله، العز كل العز في طاعه الله، والذل كل الذل في معصيه الله. قيل لفقيه الدين الحسن البصري رضي الله عنه: يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. يا تقي الدين، يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ أي الأيام عندك عيد؟ يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. ابن آدم، ابن آدم، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من جاعل الشمس والقمر بحسبان؟ من له النجم والشجر والسدان؟ من الذي رفع السماء ووضع الميزان؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من الغفور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من الوفي؟ من الكفيل؟ من الرافع؟ من الخالق؟
ابن آدم. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا رافع السماء بلا عمد، يا رافع السماء بلا حمد، يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من الذي يخرج الحي من الميت من الذي يخرج الميت من الحي من مالك الملك من الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء من الذي يعز من يشاء من الذي يذل من يشاء من الذي بيده الخير سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو الصادق الأمين هو الصادق الأمين
هو الصادق الأمين يدعو هذا الزوال إلى أمته فيقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله يا سيد العقلاء يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان فينا هاديا وبعثت في الأرجاء بدرا نيرا. والله والله ما خلق الإله ولا ذرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هدت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة القلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. القلوب أقسام ثلاثة مع تحيات تسجيلات القلوب القاهرة أقسام ثلاثة: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. فما بيان كل من هذه القلوب؟ أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الرابع عشر بعد المئة الرابعة أنتقل بحضراتكم إلى سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهيا بنا إلى حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. دولة القلوب لا يملك مفاتيحها إلا خالقها وحده، ولذا يقول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه
إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ولذلك فالقلب السليم هو القلب الذي يقول فيه مولانا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: الإخلاص سر من أسرار استودعته قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيصبه ولا شيطان فيفسده. فمن أسلم القلوب؟ القلب الأول هو قلب سيدنا محمد، القلب الأول على رأس القلوب السليمة هو قلب سيدنا رسول الله. اسمع الى ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لرسالته. صلوا عليه. هذا هو القلب السليم، لا يعرف الرشد ولا الحسد ولا البغضاء ولا الشحناء، إنما هو قلب يقول فيه مولانا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله الله. أما القلوب المريضة فقسمان: مريض بالنفاق ومريض بالشهوة. القلوب المريضة قسمان: مرض نفاق ومرض شهوة. أما مرض النفاق فأن يكون القلب في داخله أسود، سواد لا يعرف الخير، لا يعرف نور الله. النفس تدعى أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أتت فجميع ما في الأرض لا يكفيها.
اسمع إلى ما قاله سيد العالمين: يقيم من لك الرضا فيقول: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس. لقد راودته الجبال لتكون له ذهبا وفضة للحبيب لسيدنا رسول الله، لتكون له ذهبا وفضة. فقال: يا رب، بل أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأذكرك. قلب سليم، لا إله إلا الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة من يسمع، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. لا إله إلا الله. واحد واحد. واحد واحد. ماذا؟ ماذا حدث؟ هي القناعة. هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطب والكفن؟ ارضى، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. قل الله، قل الله، قل اللهم مالك الملك. الله الله الله. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قد
قادرون عليها أتاهم أمرنا ليلا أو نهارا فاجعل منها حسيبا كأن لم تغمر الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة الدنيا إذا حلت أو حلت، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، إذا أينعت نعت، وكم من قصور تبنى ولا تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات، لما على مات. كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وحدوه وحدوه. من الباقي؟ من الدائم؟ من الملك؟ من الحق؟ من المبين؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الذي لا يغفل ولا ينام؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ فبعدما ألقى السلام على رسول الله قال له سيدنا المصطفى يا تلمسي أي شيء تشكو؟ قال أشكو سوء الخاتمة يا رسول الله، أشكو أخاف أخشى سوء الخاتمة. هذا إمام أحد الأئمة الستة الذين لهم كتب في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، وكان الإمام الترمذي رجلا مكفوف البصر بمعنى أنه سمنه قول سيدنا محمد رواية عن الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه يعني عينيه فصبرا لم أجد له جزاء إلا الجنة. الله الله لا سوى. يا جبريل يا جبريل ما جزاء عبدي إذا أخذت منه عينيه فصبر؟ قال جبريل أنت أعلم يا رب. فقال له الله
لم أجد له جزاء إلا النظر إلى وجهه والسكنى في جواره. النظر إلى وجهه، النظر إلى وجهه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق الساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. لا إله إلا الله. يا ترمذي أي شيء تخشى؟ قال يا رسول الله أخشى سوء الخاتمة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أكثر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. يرى رسول الله في المنام فيسأله والرسول يرد عليه ردا سليما مقنعا. ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول ما من ليلة نمتها إلا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولو نمت ليلة ولم استعنت نفسي بأنني منافق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا إن السماء أرسلت قرآنا معوه اسمعوه فإن الحقيقة كلها فيه. ومنهم من عاهد الله لئن كان من هدمه لصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم يعرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الدنيا ساعة اجعلها ساعة، والنفس طماعة عودها القناعة، عودها القناعة.
نشاط العقيدة صعب وخطير كنشاط ابن أبي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اللهم ارحمنا وعافنا. هكذا حكمت محكمة العدل القرآنية على كل منافق. نفاق العقيدة أصحابه في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أشد من الكفار نفاقا وكفرا. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو الله ويقول قبل ما ينام: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هكذا كان أدعو الحبيب عليه الصلاة والسلام، هكذا كان أدعو ربه. أيها الإخوة الأعزاء، اسمعوا إلى ما قاله سيد الخلق عن الأمة، عن أمة الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. جسد واحد. ولذلك فإنك إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة فإن الله تعالى سيسألك ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول لك: عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: وكيف أعوذك وأنت الله رب العالمين؟ فيقول الله: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده عبدي، استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد: وكيف أسقيك وأنت الله؟ فيقول الله: استسقاك فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: وكيف أطعمك وأنت الله؟ فيقول الله: استطعمك فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عيادة مريض وسقيا ماء وإطعام طعام، أين هذه المعاني بين المسلمين؟ أين هذه المعاني بين المسلمين؟ وقد طلعت وكالات الأنباء العالمية أن عدد القتلى في أفغانستان بلغ حتى الآن نصف مليار واحد، نصف مليون، نصف مليون واحد من أمة الإسلام جلحتهم روسيا وحرقتهم بالنابال وسلطت عليهم حرب الأوبئة، حرب الحشرات. حرقتهم روسيا بنارها وقتلتهم بأسلحتها وذبحتهم بسيوفها
والمسلمون 1,000,000,000 على وجه الارض. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ 1,000,000,000 مسلم على وجه الارض، ومع ذلك يذبح من المسلمين 500,000,000 ممن يقولون لا اله الا الله، فلا يجدون يدا تمتد اليهم لتنقذهم من هذا الوباء. امة تملك الطاقة وتملك الموقع وتملك النقد المالية، امة يجري البترول في ارضها كالبحار، ومع ذلك تدفع مالها الى بنوك اليهود في اوروبا وامريكا لتستعين اليهود بمالها وتذبح المسلمين بمالنا، والمسجد الاقصى تحت ايدي الكافرين، والمسلمون في غفله معرضون عن ذكر الله. ما هذا؟ ما هذا الذي بها الأمة؟ ما هذا الذي سيطر على الأمة؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذه الغفلة يا أمة الإسلام؟ يراد من الأمة 500,000,000 موحد، ومع ذلك لا يتحرك أحد. أين نحن مما كان عليه الرسول؟ أين نحن مما كان عليه الرسول؟ الرسول الذي حبب الأمة في الجهاد وجعلها أمة جهاد لا تعرف الذل ولا تعرف العوال، أمة تجد ريح الجنة في المواقع الحربية. لقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايعني على الجهاد والهجرة، فبايعه الحبيب عليه الصلاة والسلام ودارت روح الحرب ونزل الرجل المعركة وغنم الرسول غنائم كثيرة ووزعها على اصحابه، ثم أعطى ذلك الرجل شيئا من الغنائم فلم يرضى أن يقبل من الغنائم شيئا، وقال لسيدنا محمد ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ ما بايعتك على المال، إنما بايعتك لأرمى بسهم هاهنا فأقتل شهيدا فأدخل الجنة. الشهادة، العزة، الكرامة، الرفعة، العلو، نشر الدين، ما على هذا أخذت العهد، إنما أخذت العهد لأرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هذا ان تصدق الله يصدقك الله. فنزل الرجل المعركة وظل يقاتل حتى قتل، وجيء بالجثمان الى رسول الله ليصلي عليه، فقال الرسول من هذا؟ فقالوا هذا هو الأعرابي الذي بايعك على الجهاد والهجرة. فقال الرسول أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله هو هو. فقال الرسول صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. إنها أمة الجهاد لا أمة التواكل ولا أمة الكسل. وإذا كانت روسيا قد قتلت من الأفغان 500,000، فإن الحرب الدائرة بين العراق وإيران فيها نزيف دموي رهيب.
استيقظوا يا أمة الإسلام، استيقظوا يا أمة التوحيد، استيقظي فإن الخطر محتدم، إن الخطر محتدم، إن المصاب جسيم. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحد كلمتنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر جنودنا وارفع راياتنا واعل كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان. أيها الإخوة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فضل القلوب ودوائها وعافية الأبدان وجزائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، هي الصلاة والسلام عليك. نلتقي كعادتنا مع آيات بينات من كتاب الله رب العالمين. علمنا فيما مضى أن موسى لما غادر مصر دعا الله قائلا: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. كما علمنا أن عوف بن مالك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في قربة ألمت به وشكى له غياب ابنه، فقد خرج ابنه غافيا ولم يعد مع الجيش العائد مع رسول الله، فقال له الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: يا عوف بن مالك، اكثر انت وزوجك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. وحد مسلم لا اله الا الله. وحيد الصلاة على الحبيب. اذا موسى دعا ربنا وهو في الشدة: العسى ربي ان يهديني سواء السبيل، يعني يا رب اهدني الطريق المستقيم، لانه غريب وداخل البلاد ما هوش عارف فيها احد. عوف بن مالك النبي قال له: انت ومراتك تفسروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله. فالنبي يقول فيها دواء نستعمله عندما يغيب لنا غائب. ابنك غايب برا، ابوك غايب برا، اخوك وعايز ربنا يرده لك سالم، تكسر من قولي لا حول ولا قوة الا بالله. يعني جاء والسلطان والقوة بيد الله وحده. رح سيدنا عوف الى امراته منتظره على احر من الجمر: ماذا اعطاك رسول الله؟ ما يعرف ان النبي لما حيدي عوف حيدي له شيء ينفع، لان عطية رسول الله ما ترد. لا ترد. ماذا اعطاك الرسول؟ الله امرني واياك ان نكسر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. الايمان هنا ايمان سليم وايمان مستقيم. الف صدق الله ورسوله. ابنها غايب، انما قوه الايمان خلاها تتلقى الدواء بصدر فسيح وقلب سليم. خلاص نكسر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. هنا اختبار للايمان، لان الايمان ما هو سهل. المؤمن لابد يتلقى شدائد، لان الايمان مش رحله خلويه صيفيه على شواطئ البحر. لا، المؤمن لابد يتلقى شدائد. شوف النبي قال ايه؟ قال: يفطر المرء على قدر دينه. بقدر دينه ما يبقى قوي، بقدر ما يبقى البلاء شديد. واشدكم بلاء للانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ولذلك الرجل بيقول للنبي: انا احبك. قال له: ابشر بالفقر. قال له: اني احب الله. قال له: ابشر بالبلاء.
عشان لما يصاح ما بس كده حتى عليا يا محمد انا كنت بعمل المساله فيها مكافاه تشجيعيه ودكتوراه فاكرينه ورئاسه مجلس اداره قال لك كده اهو البحث اللي بتحكمه فيه انا كده برضه نسيت الحكي قال لا من دلوقتي انا بنصحك اهو ان الطريق بتغلى طريق عايز السلطه لان جزاؤه الجنه الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه واحد يا مسلم والا شوف اول ناس في كشف البلاء اول ناس في كشف البلاء مش في كشف المرتبات والدرجات والمكافآت لا اول ناس في كشف البلاء الانبياء دول نمره واحد دول نمره واحد في البلاء ولذلك ربنا يقول في حديث قدسي اذا اضطريت عبدي ببلاغي في نفسي او ماله او اهله واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. هذه جزاء يبقى لما يصبر له في الدنيا الاخرة بقى ملهاش حدود الاخرة ملهاش حدود يبقى احنا بقى لو نقدم العاجلة على الآجلة ولا الحق لا العاجلة في حد انتهي انما عشان واحد يدخل يصلي ياخد الصلاه تجربه يشوف اما يشوف الصلاه هتجيب كرتين ولا لا اذا ربنا وسع عليك يقول لك يا سلام دي الصلاه دي جميله لو كنت اعرف كده من زمان كنت بطلت اصلي ولما يجي الجامع ويصبح يصلي البلاء يا فلان الصلاه خير من اللي انت فيها وصول الفجر يقول له احنا تجربنا لقينا انهم خير من الصلاه روح انت صلي انا ماليش دعوه بالمساله دي وهتخرب بيتي طيب خلاص تحرك فعلت كده فيها بس ايمانها ضعيف فدول العواذ بالله قدمهم له السابق ولذلك ربنا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحرق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب حتى الحاجة اللي بتبقى في الآخرة ربنا بيخفف البلاء بسببها في الدنيا شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي إني لأريد بأهل الأرض حسابك فإذا سمعت إلى أصوات الصبية بالقرآن رفعت الحساب عنكم يعني عشان واحد تخيل يقرا في الكتاب صوره يسمعها على سيدنا هو لسه صغير وهو لسه عيل صغير كل كم صوره من القران على شيخ المكتب ربنا يسمع الحيل يقرا الصوره بس بعد ما يحيي نفس الاحزان يقول اكراما لهذا الولد اللي بيقرا القران حرف على العداء شوف حتى يعني حاجات غريبه حاجات غريبه صوره من القران يروح عيل يروح عيل هذا من القران قد ايه ربنا يسعى لهذا نبنيها قرآن كتير البيت اللي فيه القرآن تنصب فوقه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في نجة البحار مش عظمة القرآن ان البيت اللي فيه القرآن ربنا يجعله منارة انت عارف الفنار بتاع اسكندرية لما السفينة تدل في البحر الابيض يوم يهتدي بالفنار اللي على شاطئ الاسكندريه يعرف انه يروح فين بعد مكان ثاني الملائكه وهي نازله من السماء اول ما تبص لفوق تلاقي بيوت عليها خيام من النور يقول لك البيت ده اهو صاحبه بيقرا القران شيء غريب صاحبه بيقرا القران مش فاتح التلفزيون ولا لابع عشان هو يتكلم من سن الصبح غضب من الله غضب من الله غاضب من الله ان الاعلام يشتغل للصبح مع المطربة فلانة والمطربة فلانة والراقصة يبقى مش الملائكة اللي تهتدي بقى لان البيوت دي مش هيوصل عليها خيام من نور ده هيوصل عليها خيام من اطفالها الشياطين تبقى تعيش فيه ها انما شوف البيت القران خيام من نور الملائكة وهي نازلة تقول يرحم الله صاحب هذا البيت رضي الله عن اهل هذا البيت البيت ده في القران طلع بيت فإذا مات صاحب القرآن رفعت هذه الخيام مش
صفات القرآن قد ايه؟ لدرجة انت عارف النبي لما يكون باعت بعثة بره من البعثات اللي طلعت تجاهد في سبيل الله، انت عارف لما كان يعمل عليهم امريكا يقول ما كان يقول ايه؟ مين الامير؟ يا حي مين؟ مين اللي معنا كيروس؟ مين اللي معنا الاستراح؟ مين اللي معنا الاستراح؟ كان يقول من اكثركم للقرآن حفظا؟ حتى تعيين امراء البعوث. احنا النهارده لما بنطلع بعثه بره على عشان تدرك مشكله الاسلام في المانيا او مشكله المجال في انجلترا او مشكله حل ازمه الاسماك في فرنسا، لما نخلي رئيس البعثه من اكثر واحد حرام يتشغل شيء ويجيب لك التقرير اهو. النبي كان يخلي من رئيس البعثه اكثرهم من القران حفظا. انا عايز اروح لا اله الا الله لا اله الا الله. عارف ينجي ايه ويسنج هاوس ايه مصاري بتلتك؟ يعني مفيش من بالله، مفيش رقابة لله، ده ما فيش رقابة. هو اللي ما بيخافش ربنا هيخاف مين؟ اذا كان هو اللي بيخافش اللي كان اهو. انما شوف النبي لما كان يعمل بعثه يقول من اكثركم للقران حفظا، لدرجة انه في مرة اراد ان يبعث بعثا فقال من اكثركم للقران حفظا ولد عنده 10 سنين، قال له انا يا رسول الله، قال له حفظ الاصول كذا وكذا وكذا وكذا، وايه كمان يا ابني لان في اكثر منك، قال له نحفظ سوره البقره، قال له حفظت البقره؟ قال له انت اميرهم. انت اميرهم؟ عشان تشجيع القران. النهاري لسه ما بلغش الحلو يبقى امير البحث اللي فاكر بقى الصحابه. ليه؟ لانه حفظ سوره البقره. وصورة البقرة وآل عمران النبي سميهم ايه؟ الزهران. ليش؟ يأتي يوم القيامة كم مظلة تظللان صاحبهما من حر يوم القيامة. الشمس بينا وبينها دراع. حتى ورد في الحديث واحد بيننا وبين الشمس يوم القيامة مقدار ميل. يعني كيلو شوية. يعني من هنا لغاية مسجد الصاد. الشمس احنا بينا وبينها دلوقتي 92 مليون و 870 الف ميل دلوقتي، مش هيقوم حرها. فرحت ما النفس بيشتد زي يوم الخميس اللي فات اهو، تلاقوا الناس قالحه ولا واحد بيخلينا كساسي ومرمي في البلكونه على الفلاح ومعاهم البلكونه ميه، لا يرى ان لم يرى ولا يرى اي حاجه اللي حصلت له صوت في وشي. فقد اتمنى ايه؟ لا اله الا الله. وشو بينا بيشتد فيه؟ 92 مليون و 870 الف ميل، يعني الكيلو متر 300 الف كيلو بسرعة الضوء في الثانية. 300 الف كيلو. اضرب بقى 92 مليون و 880 الف كيلو شوية عشان تطلعها بالكروب، يعني رقم لا ينطق به. كان رأيك يوم القيامة يبقى لنا وبين هريد واحد. حتى ان بعض روايات الحديث قال لك مش يجي معنى المسافه، ده ميدن. الميل هو ايه؟ الميل اللي احنا بنحط له المرهم في عينينا، يعني طول الصباح كده، يعني لو كل لما تجي لك شويه الحرق على كنت تمسك الشمس. كتلة غازية محترقة، مين اللي هيفك هذه الحرارة؟ مين؟ مين ده هناك لما الجهاز بيتعطل في الكويت شوية جهاز التكييف بيصرخوا؟ درجة الحرارة 50. أما توصل 50 في الكويت الحكومة تقول لهم استرسوا من بس النهاردة، ممنوع الشغل النهاردة. ما يفتحوش. ده لك يوم الخيامة بقى لما الواحد يمد ايده يمسك الشمس. حتى ان بعض العباد يلجأ في عرصة، العرصة يوصل لغير دقه. بس ما يموتش لان مفيش موت بقى بعد كده. لا يموت فيها ولا يحيا. اللي ينفعك ايه؟ البقرة وآل عمران. تحتفظوا. تحتفظوا. ها؟ شوف النبي بيوزع المكافآت التشجيعية على أهل القرآن. البقرة وآل عمران. الزهرة وان يعني المذيئة كان. غوايا كان يروا أمام كاس. أو كأنهما فرقان طيب. انت عارف أسرار الطيور لما تذل الواحد. أهو بقرة قال حمران كل آية كأنها طرد وظلم بأجنحته على راس صاحبه. ده الزهر الشيخ بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. إن سيدنا النبي بيقول يؤتى لقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا
فإن درجك درجتك في الجنة عند آخر آية تحفظها. ولذلك سيدة عائشة تقول إن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن، بقدر ما تحفظ بقدر ما ترقى درجة، يعني الأسانسير بتاع الجنة حفظك القرآن. فشوف أنت سيدنا النبي بيبين درجة القرآن، ده بيقول من حفظ القرآن ألبس والداه يوم القيامة تاجا أشد ضوءا من الشمس. ده مين؟ ده اللي حافظ القرآن مش هو اللي هيلبس باز، ده أبوه وأمه. فما بالك بك هو؟ النبي حتى قال كده، قال فما باله من فعل ذلك؟ يعني الأب وأمه ينادى على أهل القيامة تعالوا. ده أنت ابنه كان من أهل القرآن. أي والله يا رب أنا وديت الكتاب وحفظت القرآن وأكرمته. وأمه تقول لي وأنا ساعدت على إنه يحفظ القرآن وشجعته. أخير يا رب في حاجة؟ سبحانك يا رب. لا ده في حاجات كتيرة، ده انت هتلبسه تيجان دلوقتي. التاجيه نور اشد من نور الشمس. شوف ده اللي راكب دفور اول ما بيتخرج من الحربية، مفيش الهاتف ابدا، بيبقى بيقول رايح ايه راكب دفور فلان، هيفرح اهله ويفرح اهل الشارع. وساعة ما يروح اختبار يقول ده ما لازم دفورة، ام العروسة تقول له الهنا لذلك يا بنت، ده مع دفور، دي مش دفورة بقى اللي تاج. ومين اللي هيلبس له؟ مش بقى اكاديمية ناصر، ها؟ لا ده اللي هيلبس له خير الناصر ايه؟ اللي هو الله. انا عايزك تسمعني في طلب الحرام قلبك يطير. يا سلام. يا سلام. الاب والام قالوا اكراما انهم حفظوا ابنهم القران. هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والعلى. ده من ساعة قارئ القرآن ما يموت الملائكة والدها ما يسوش ابدا. شوف لما يبقوا ناس حبايب كده اهو ونشوفهم صاحب، وبصوا تلاقي كلهم حضروا كام واحد، اللي حضر الكفا واللي يوفر الميه واللي يحضر غسله واللي يقرا ياسين واللي يكفنه واللي يدفنه واللي يلقنه في القبر ما يسيبهوش. القرآن بقى يتولى الحكاية كله. لا قارئ القرآن ما يموت يشيل الجثة تتغسل ويصعد إلى رب العزة. يقول يا رب إن صاحبي قد مات. فربنا يقول له ماذا تريد يا قرآن؟ يقول له شفعني فيه. يقول له شفعتك فيه. ينزل يكون الإنسان اتغسل. فوضع القرآن بين الجسد والكفن. ويلكن هذا. ما هو هنا بقى كل فرق الدخول، لأن الدخول تدور عند السجن. ما ياما في أصحاب وفي عيش وملح ومش عيش وملح بس وملحة رشيد. وصاحب السجن ما عرفوش. ما عرفوش والله. ناس كتير كده. ناس كتير يبقى المفروض من أقصى البيت وعيش وملح. ويشوفك يقول لك يا سلام عليك تحمد النجوم، يلاقيك راكع قوي راكع قوي، يلاقيك تطعم جهنم والعياذ بالله، جهنم تبقى حشره للمنفعه. صاحب ما ينزل بالانسان كده خلاص ما يعرفكش، لانه ما يسمعش عن حاجه اسمها الوفاء، مش بيقابوش المعاملات بتاعته، هو له منفعه. كل ما له منفعه عندك طول النهار كل شيء خطط عليك. انتهى كل منفعه، اذا قلت له السلام عليكم ما يعرفش عليك، اذا اختار وانت استقر ما يعرفكش. لو رحت له في يوم سبع مرات يقول لك في الحمام، الحمام طبعا مروح. ده ايه ده؟ ده ايه الكرم ده كله؟ انما انا ودي يجي يقول لك انت ما شفت قوة القرآن الكريم، انا عايز اسمع له الصلاة على النبي الكريم. المرسل مع صحبه. لأن صحبه هنا بقى داخل في مجالات لم يعهدها من قبل. دخل القبر بقى لأول مرة يدخل. والإنسان اللي بيدخل المحكمة لأول مرة بيقول يا ناس شوفوا لي واحد محامي وأنا بديكوا الفلوس. أنا خايف ألا يحكم عليا بالحبس والدرد. ويبقى واقف في القفص كأنه خلاص. والكلمة لله القاضي صحيح إن أنا مظلوم. القرآن بقى في الحالة دي يدخل مع صاحب القبر. ويتصور بصورة ملك حسن الخلقة. الملائكة لسه بيسألوه يوم القرآن يبص لصاحبه كده يقول له ايه؟ لا عليك منهما فقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. يا سلام. أنت عارف الكلمة دي على قدرها مين اللي دخل امتحان شفوي؟
اما بتبقى اللجنه صعبه والممتحنين لسه يعني كده من لسه بيدوا النمره بالقطاره كانه بيقطع من جسمه. يقول يدخل واحد شيخ يقول يا سلام انت فلان ده مده كان تلميذي، مثال الاستقامه ومثال العلم ومثال الفقه ومثال الادب. الكلمه دي بقى تخلي الراجل اللي بيمتحن يقول طب يا ابن الله يفتح عليك الف مبروك يا ابني. انما بقى بعد ان فعلا دخل واحد قال له الواد ده اهو ده عفريت انا عايز مش بحقوق ده فكره تجاري اجرك الله اللجنه بقى تمسكه تبقى ليه واخد رساله ما توحد الله لا اله الا الله. قل صلى الله عليه وسلم في القبر. القبر ده بقى حاجه يعني ليس على وجه الارض افظع من سكن القبور، لان حاجه لا شفناها ولا دخلناها قبل كده. اللي بيدخل السجن مره هو متعود عليه، بيقول السجن للرجاله ويقول له مراته بقى حصلت له بعيش وحلاوه، ويدخل راجل بقى ورد شنب وراجل بقى رد سجون خلاص اخذ السجن على انه عباره عن انه بيطيب فيه. يقول لك انا بجد مجنون من العيش فوق العيش في ايدي والسجن هو ما فيش حاجه انما الا القبر. افخم واحد بقى اللي يدخل القبر وهو حي ويحكي عليه لو كنت راجل صحيح، يعني سيبك انت من التمثيل لما واحد ابوه يموت والله يابا ما نفع بعد سيبوه يدخل معاه. طب اذا كنت راجل ادخل معاه اهي دي بقى الشيء. والله انا يعني جبت بقى واحد يثبت بقى في حته من غير التحويط في الورا دول ايش الورا راح نطلع عليه ها يقول لا كله يقول لك طبعا ايش الورا بس الا رياضه ها سوري رياضه سوري سوري ايش الورا ما تقول يا اخي الا ده كل ممكن فيه التمثيل الا ده الا ده الا حته القبر دي لان شيء لا جربناه ولا دخلناه. يبقى الانسان عايز واحد يتكلم له كلمه تشفع له امام الله. الصاحب اللي بيصمد هو القران يقول له اوعى بقى تخاف انا سالت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. ولذلك سيدنا الذي نهى عن ان يسال الانسان غير الله في القران، نهى عن التسول بالقران. النبي قال كده اقرأوا القران ولا تسالوا به احدا غير الله وسياتي بعدي اقواما يقرؤون القران ويسالون به الناس اولئك لا خلاق لهم في الاخره. لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم عند الله في الدار الاخره. انا عايز اسالك واحد الواحد تقول لا اله الا الله وتصلي له الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. ولذلك بعض الصحابه لما كان يقرا القران كان يرى الملائكه كان يشوف الملائكه لدرجه ان الفرس بتاعه وهو بيقرا القران الفرس كان يقفز من مكانه ويقول للنبي رايت كانك راكبه ذريه معلقه بين السماء والارض. النبي كان يقول له وفر القراءه فانها الملائكه نزلت تستمع منك القران. اما يبقى القارئ للقران لا يبتغي به الا وجه الله ليقرأه للعباده والاخلاص الملائكه تبتنزل تسمعني. سيدنا ابو بكر الصديق المسلمين هجروا وله واحد اسمه ابن الدؤلة قال له لا انت لا تهاجر القوم الكافر. قال له انت بتيجي بقى الى اهو تدخل تخفي قاعدك وما تهاجرش خليك قاعد معايا في البيت يعني انت بحاجتي. فهو بكر القران يبص يلاقي كفار مكه كلهم قاعدين تحت الشباك اسمعوا من القران لان ابا بكر كان له صوت جليل بالقران. فهذا الكافر قال لا انت هتخطف بقى الناس هتخليهم يتكلموا يا عم خلاص انا ماليش دعوه بيك. حتى الكفار كانوا يجوا يسمعوا من سيدنا ابو بكر. ابو سفيان قبل ما يدخل الاسلام كان يروح مخصوص بالليل يقعد تحت شباك النبي عشان يسمع القران من النبي وهو واحد يبص يا ابو جهل جاي يطوح في دراعات ايه اللي جابك هنا يا ابو سفيان؟ قال له والله انا جاي اسمع القران من محمد. طب انت ايه اللي جابك يا ابو الحكا؟ يقول له نفس الذي جاء بك جاء بي انا جاي اسمع القران برضه. شوف حلاوه القران. وهم واقفين يستنوا يسمعوا القران يبص يلاقوا الاخنف ابن فراق من كبار المشركين اللي نزل فيه ويل لكل همزات اليوم الجاي. قال له هو جابك يا اخنف؟ طب انت ايه اللي جابك؟ انا جاي اسمع القران وانا برضه جاي اسمع القران. حلاوة القرآن ده يقول الثلاثة يسمع وبعدين هم ماشيين بقى يسمعوا بقى ويبصوا كده من القرآن كل واحد
منهم ياخذ العهد على الثاني يقولوا شوفوا بقى تحتفرق مره حلال نفسنا اسلمنا ما مش عايزين ننسى الدرجات لا ما تحلال في الوالع حلال نفسنا مرحبا محمد واحنا مين ابو سفيان الرجل الزعيم الكبير وابو جهل راس ولا اكبر رئيس روسي ولا امريكان رجل قلبه حديث والاخلص في المشوار طب نعمل ايه؟ عهدني يا رجال انت يا ابو سفيان والاخلص ان ما يجيش بكره خلاص دي تكون اخر مره لان قلوبنا مثلها حتميل للقران فنؤمن بنا محمد احنا مش عايزين نمشي وراه ده هو رئيسنا ده احنا عرب ولا الكبار ولا الحول نمشي ورا محمد يتيم ابو طالب لا خلاص خدوا العهد يا ابو سفيان خلاص ما دام هم خدوا العهد مش هيروح اما روح انا بقى اخد بعض الشمال يا رب الشيخ 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 وتقرا القران ويسحب القران منك الى الله ولذلك كتب الصحابه من حضرهم في القران كل احد يقول من اراد ان ينادي الله ويكلم الله فليدخل في الصلاه ومن اراد ان يكلمه الله فليقرا القران يعني عايز ربنا يكلمك اقرا القران عايز انت تكلم ربنا ادخل الصلاه ادخل الصلاه إذا المسألة ما كانتش مسألة ميكانيكية أو أوتوماتيكية أو غالية لا المسألة كانت اندماج في أنوار الله يعني يمسك المصحف يقرأ القرآن كأن القرآن يتنزل عليه بلاش سيدنا عمر بن الخطاب بيحكي إزاي دخل الإسلام أنا عايز أتوحد الواحد السيئة بيقول أنا أمشي ذات ليلة هو مشرك في مكة فسمعت رسول الله يقرأ من سورة الحق والنبي بالليل بيقرأ سورة الحق الحق اللي هي القيامة اللي لما كان الشيخ مصطفى يراها كانت الناس تجيبه وكان يقعد يقول لك الحق طيب هو يقول بعد ما يقول كذاب الصمود وعاظم بالقارعة الكل يقول الله الله يعني كل اللي يكذبه الكلام مبسوطين يا حبيبي مبسوط واحد يقول لك ابوك مات وانت تقول له يا سلام ده الحكومة يستحق يا اولاد كل اللي مات يعني كل اللي يكذبه القارعة شيء غريب شيء غريب لان اللي بيسمع بيسمع تبع انها وكل يقعد يقول لك الحق طيب هو اللي يقول بعد ما يقول كذاب الصمود وعاظم بالقارعة الكل يقول الله الله يعني كل اللي يكذبه الكلام مبسوطين يا حبيبي مبسوط واحد يقول لك ابوك مات وانت تقول له يا سلام ده الحكومة يستحق يا اولاد كل اللي مات يعني كل اللي يكذبه القارعة شيء غريب شيء غريب لان اللي بيسمع بيسمع تبع انها النهارده تقوم الامور تتحول بالقران الى ان القراء النهارده قال له سكرتير لابد تكلمه الاول تقول له الشيخ فاضل النهارده ولا لا يقول لك انا بص في الاجنده يقوم بص في الاجنده يقول لك فاضل طب انا عايزه عشان خاطر فيه ميته ويقول لك تحيي ايه يشوف الحته اللي هيعرف فيها الشيخ تليق بمقامه ولا لا انا مره دخلت في شارع في مسجد الصقر شارع متواضع كده وكان القارئ من كبار القراء فجيه على الجنب لقيته بينفق قاعد زهقان اقول له يا شيخ حد مالك زهقان ليه؟ قال لي ده حي شعبي حي شعبي قلت له يعني مثلا طب قول ده حالك قال طبعا دي تحط من قدرنا في المعاملات هو ارى ربع من اول مريا وربع من اول صاحب دول الربعين اللي دايما يقروه وبعد ما ختم الجمهور قال ثاني مش ثاني بصينا لقيناه نفد من شقة الخيمة من ورا الصوان وطلع العربية والسواق قال اللي هو لمح البرة انتهى فرسل الراجل بتاع قلت له مش حرام عليك يا عمي هو المرحوم يا عمي ما حدش هيدخل الجنه الا بالشيخ فلان حرام عليك انت اديته كام؟ قال لي والله اديله 500 والكلام ده من ثلاث كام؟ 64 يعني كان لسه اديني كان لسه البيضه بمليه البيضه بعت لها كام دلوقتي؟ لا البيضه بعت لها كام دلوقتي؟ طيب
جماعه تانيين حيكون راحوا اتفقوا مع واحد من مشاهير القراء قال عشان يفتح المولد بتاع سيد ابو الحلم. طيب اتفقوا معاه من هنا لهنا قالوا ده مولد يعني مش ميتم ولا انا اتفقوا طبعوا 600 كان برضه اختلاف 75 خلاص اتفقوا على 600 قالوا غادي 200 عبال ما نوصل نجيب المية اللي فاضلين 5 دقايق كان في 5 دقايق دي جات له سهره الدمياط ب 800 جنيه اتفق معاهم يعمل ايه 300 من 800 500 فرق 500 مع الوحده يعني هتفضل دول ليه فاشم لقوا رجل الصغير واقف على الباب امال بابا فين يا شاطر قال لهم والله بابا سايب لكم الامانه دي في الظرف بيفتحوا الظرف لهم 200 جنيه العشرين ورقه ومكتوب كده في كارت صغير ان يعني جاءتني ليله اخرى في مكان اخر فاعتذر عن الحضور خلاص انت يعني معنى ذلك ايه ان القران اصبح النهارده يضاع ويشتر سلح يعني مره واحد من كبار القراء كان له مال كبير بالبنك ايام عبد الناصر فراح يصرف كان له 250,000 جنيه راح يصرفهم فمدير البنك قال له والله ده رئاسه الجمهوريه بعت لك الجواب الشكر ده عجيب يا جواب الشكر نعم التوفيق نشكركم على تبرؤكم الكريم امضاء جمال عبد الناصر قال له خلاص اتبرع فمدير البنك قال له لك ايه هو انا يا ابني اللي خدته هو مش ده اللي خدته قال له انا حرقت اضرب فخد بعضه راح قصر الاب طلب معاقل بتاع عبد الناصر دخلوا هذا راجل ده كان بيقدر الملك تمام راجل مش صغير راجل كبير ده وقف كده اول ما شاف جمال عبد الناصر ما هو محتاج كان بيقرا في الازهر برضه وقف ما شافه كده بقى للطبيعه اللي تبقى تضح جمال كان وشه يخوف يعني الراجل وقف قدامك هيقول ايه؟ قال له جننه وقال له اديله شهر تحت قرار قال له ايه؟ سيادتك اللي بعد الجواب قال له ايه؟ قال له بس انا ما اتبرعتش قال له بقول لك ايه انا عمري ما سمحت انك انت عملت جامعه تحفظ قرانك ولا عملت مدرسه ولا عملت مستوصف ما تضيعش وقتي بيقول والله بعد ما قال لي ما تضيعش وقتي انا رصيت لقيت نفسي في الزمالك ماليش عارف انشلت فين ولا حطيت فيها العربيه هتولى يا رسول الله هتولى خط الحمل بالك كده اهو ورموه لا نفسه في الزمالك زي الفيل يغمى عليه في الشارع ولا نفسه في الضفه في المزارع يعني ما هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ قال له طب والفلوس اللي بتروح دي كلها قال له طب واعمل ما فرق جري على روح الميت قال هو سعد بن عباده لما جه سيدنا النبي قال له ان امي قد ماتت فمن اي شيء اصلها بعد مماتها؟ هذا هو قال له روح حتى اطلب قراء خليهم يقروا الصبح وقال له ارجع القبر شوف تلتقيه يقروا تبارك يا سلام عليك لما تسمع تبارك منه والله ما تعرف اذا كانوا بيقروا قران ولا بيقروا الميثاق اهو اي كلام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله الذي بيده الملك الذي خلق الارض والسماوات والارض والارض يا ابن ده قرانه دي انا ده ده الفريق يا سبحان الله قال له شوف يا سعد احفر لها بئر ماء وسميه بئر ام سعد شوف الحاجه اللي تنفع لا عايز تكرم الميت اعمل حاجه تنفع الحي ما توحد الحي ولا اله الا الله لا تسألن بني آدم حاجة وصل الذي أغرابه لا تحجر الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب وحد الله لحتى في صميم العقيدة اللي يصاب بشدة أو بمكروه لا يتوجه الا الى الله الحته دي مهمه جدا ليه لان كثير من المسلمين وقعوا في خلاف ذلك اللي يصاب بشده النهارده الواد داخل على الامتحان ماذا جابوا العينين ماذا جابوا فرا لو الواد نجح نجح الحلال انت يا ستي النبي بتاعت مين؟ ده النبي بتاعت محمد. ده انت من الموحدين. ماذا جاء بالصور يا جرح؟ اذا القضيه كسبناها جزء فيها ديوك يا مؤاخذه. يعني ده متخصص في الديوك. ابو الصور الجرح بتاع ديوك. ها؟ ماذا جاء بالصله؟ لو البنت قامت من الولاده سليمه معنى. ابو مسلم بتاع معين. سبحان الله سبحان الله طبعا البدو بتاع طنطا بتاع عجوز
هل السيد معروف يا هلال؟ تاريخ مشهور في التاريخ. سبحان الله. يبقى دي بيولي ودي بينجح الوقت في الامتحان وده هو بيشيل الشدة. فضل ايه لربنا؟ فضل ايه؟ لك ألف معبود مطاع أمره غير الإله وتدعي التوحيد. وتدعي التوحيد. شوفوا ذلك. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنا مالش مدد يا سوئي مدد يا بدوي يا أمة التوحيد. روح ابن مالك أما دي للنبي. النبي قال له لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول والقوة والسلطان والجاه بإيد مين؟ بيد الله. أنا بالله العظيم لو رحت لتلاحق الدكتور عشان يكشف يشوف القلب والضغط ما لقيتش الدكتور هناك لسه فاضل له ساعة. فالتلاحق يقول لك طب تعالى أنا أقوم بالمهمة وحط السماعة على قلبك على دخلة الدكتور. الدكتور يزعل ولا لا؟ يقول له أنت بتعمل إيه؟ قال ما يمكن تقول له عنده مغص يفضل مغص ده وما دام في الجهة اليمين يبقى أربعين جدودية ما مستمد يفتح البط يموت المريض. فما بالك بربنا لو شاف إن عبده اللي خلقه بيتجه لغيره. ده دكتور يزعل اللي هو العبد بيزعل. يقول له أنت إيه دخلك في البيت؟ دي شغلتك؟ أنت تعرف السماعة؟ تعرف القلب؟ تعرف الكبد؟ تعرف وظائف الأعضاء؟ انت ما بيشتغلش عندي بعد كده لان انت هتخسر الدنيا وتدير الثانيه. فاذا كان العبد يغضب لتدخل الغير اختصاصه فما بالك بمن يقول قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. الصمد يعني الذي نلجا اليه بشدائد. ولذلك ربنا يقول اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري. مش حكايه معزه بقى بتندر وعجل ينذبح. واذا ما انذبحش العجل تبص تلاقي لو الراجل جاله حاجه اتعور وهو ماشي او وقع في الترعه بالعجله وطلعوه ملصق فيه. شوف اهي ده سر السيد. يا كده اهو ونقول لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نوديها في ايه؟ نوديها في ان بقى السيد يتصرف الكون. فضل ربنا ايه بقى؟ اذا كان ربنا هو ان كل شيء خلقناه بقدر. والله حاجه غريبه الحقيقه. وتبص تلاقي الواحد يطلع في دماغها ان ابراهيم الدسوق ده اهو ان ما كانتش تروح لكل سنه في السوق وتاخد اللي فيها تحط رميه الصندوق الواحد هيموت. هيموت ازاي؟ هيموت ازاي؟ ده ابراهيم الدسوق هو اللي مات. مش الراجل هيموت. ده هو مات الراجل وخلاص. وتبص تلاقي تقنع جثه بهذا. والحقيقه ان الدنيا ما حصلتش الا لما النساء تدخلوا فيه سهوله بجرم. يعني فرح تنزل القاهره تلاقي الجرايم مليانه عن اخر. ليه؟ هو راجل مش ناوي ينزل لانه مهدود طول النهار، مهدود طول النهار مهدود في البلد، فعايز يفتح في اليوم اللي الدوله قالت ده يوم عيد. الله يخرب بيت بعيد. عيد ايه؟ هو فين العيد؟ ليس العيد لمن لبس الجبيت انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. اي الايام عندك عيد؟ قال لهم كل يوم لا اعطي الله فيه فهو عيد. عيد ايه؟ انما ما يقدرش الراجل يقعد في البيت يوم شم بالبيت. يقعد ازاي بقى؟ قال لك ما دام عايز تاخد العدوى اسمه بقى يجيبوا خلف وما لا لو وبصل ولو الراجل يتكلم تقول له سلم شويه ولا بتكلم مخه. هذا الحزب الناس. بلد امبارح 10 مليون طالعين على الصواب وبالجناين. ده اسمه يوم الرمرانه مش شم من فين. ده اسمه يوم الرمرانه. ها زفاره وبصل وبن ملون وايش اللي يجيب. حاجه غريبه والله. ده ربنا كده برضه. ده امبارح دخل عيد المسلمين. انما تقول ايه؟ ده سيدنا النبي بلغ من مخالفته. بلغ من مخالفته لليهود والنصارى. بلغ من شدة مخالفته لليهود والنصارى اللي كان بيصوم السبت والحد. السبت عيد اليهود والحد عيد النصارى. وسأل النبي احنا شايفينك بتصوم السبت والحد. ليه؟ قال انهما يومان عيدان لاهل الكتاب فاحببت ان اصومهما حتى لا اشاركهما. شخصية مستقلة. الاسلام شخصية مستقلة. مش احنا كل ما تيجي موضة نجري وراها. كل ما يبقى حاجة اليهود والنصارى نجري وراها. هم سن النبي لما بيقول لا يكن احدكم ان معه. انا عايز اتوحد الناس تقول لا اله الا الله. وسلموا الصلاة على سيدنا محمد. فبص تلاقي اللي قاعد قال ماسك جوزة بيحشش يقول ايه؟ يا بختنا بابو فاطمة. ايه؟ برضه كده اهو.
انت برضو تعرف ابو فاطمة؟ لا. تعرف المعلم عصفور بتاع البطنية تعرف. انما ابو فاطمة بريء من امثال من اشكالك. ابو فاطمة كان نظيف. وما يعرفش الاشكال دي. ده ايه كده؟ وليه كل ما يود اسمع بعض بس لاقي خلاف دار؟ ايه رايك في ان الانسان يقول مدى جزيل؟ يعني يجري ما ربنا عندك اهو. ده ربنا جه في الدعاء بالذات. يعني قال النبي في الاسئله كلها لما حد يسالك ابقى قل يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يسالونك عن المحيط قل هو اذى يسالونك عن الجبال فقل ينفقها ربي لك يسالونك عن الساعه ايام وساعه قل انما علمها عند الله جئت عند ايه الدعاء بالذات وشال كلمه قل عشان مش حتى في وسط بينك وراه ربنا كلمة قل الوليد سألك عبادي عني ما قالش فكل اني قريب لا فاني قريب على طول عشان ما يبقاش عشان ما يبقاش فيه حتى حرفين قاف ولام يفصلوا بينك وبين الله يا سلام ده حتى بنسأل غير الله في امور لا يتصور ان الانسان يسأل فيها غير الله ابدا حكاية الخلق واحد ما يخلفش او واحدة لسه ربنا لم يأذن لها بالله تخلف تقوم تروح قال لواحد ولد واحد انا قريب بتابع الالوبية اسمه سيد ابو القاسم وده في السنة النساء لما بعضهم حاولوا 600 واحدة وركع بعربيات نوري رايحين فين يا جماعة قال ما بروحش يزور غير النسوان رايحين ابو القاسم طيب بس له العربيات راح يجيب في الترع ما في واحدة طلعت ابدا الرجال راحوا يقولوا يا ابو القاسم كل واحد عايز مراتك عايز مراتك ارجع راجي فرس ارجع سيدي انتوا خليتوا رجل عصر الجاهليه ما قلت لي برضه كان بيقف قدام الصنم ويقول له اديني واتركني والثالث بيسال المسيح ابن مريم وبيقول ده هو ده الله والرابع يعبد العزير ويروح له ويتقرب اليه انما ده احنا ام بالتوحيد توحيد خالص ايه بيقولوا ايه البنت ما يصحش انها تذبح الصوت الا اذا استاذنت ابوك ايه هو يعني هتاخد سلاح كنا قلت بتفرقة بتضحك لو قلت له يابا خد العرض حد اقراه من فلان بنت فلان الى فلان ابن فلان اما بعد فارجوك ان تسمح له بذبح الارانب ده كلام يا اخوان ده فقه مين اللي جابه ده وعقيدة عند الناس بقول لك السكينة اللي بذبح بيها لو قلت يكون فيها خلاص مقامين افرض انه غزة ما فيهوش مقامين افرض انه كذب افرض انه بتاع ده خنجر ارمي يا غزاء او كعب غزاء اذا لا يذبح يذبح ليه هذا النبي قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ليس السنة والصفرة يعني ما دام الآلة حادة بتقطع العروق خلاص سمي الله كل بس ما تذبحوش بسنانك ولا بضفرك افرض واحد يا رب ضفرك بيذبح لا ما تذبح بذبح الضفر لانه مش حاج ولا بالسنان لانه بيخلقها ما هي ما بيذبحهاش انما ما دام الآلة اللي بتذبح بتنهر الدم وتقطع العروق خلاص كل ما فيش حاجة ابدا يبقى ادي مسائل الناس يمكن عرفت النهارده كل حاجه في الدنيا ما عدا احكام الدين يجي في الحاجه البسيطه ويقول كلام ما ينفعش واحد تلاقيه متكحل انت متكحل يقول لك مش النبي قال عليكم بجسمك بالكحل طب ما هو النبي قال كده في الطب لان ما جبش عليهم هم مرهم السنين قالوا ان الكحل شفا اللي يكون عليك فهرمك انما عشان تبقى عليك يفجر في الفنجان وتقعد في المدرسه تعمله بالمرهد كده وتعملها تعمل لك الكحل كده الكحل يعني مش كمان هو النبي قال كده في الطب النبوي قال عليكم بالاسم مد يعني الكحل اللي عشان تتخذها سنه تطلع بره الكحل اللي قالها للطب بس واحد تاني يقول لك ايه؟ قال لك سبحان الله واحد عز الناس لانه عامل لهم غدا فراحوا من هنا لغايه بني سويف عشان يتغدى كانوا راكبين عجل فحط لهم الطبليه دخل لهم كسر لهم الطبليه ايه يا عم؟ قالوا النبي ما كسر على الطبليه طلع كسر لهم العجل وقال لهم النبي ما ركبش عجل بس قالوا احنا قصرين فتبص تلاقي عمال يتخلط بين العبادات وبين الامر الدنيوي النبي كره الارض بس ما لهاش عن اكل التبليغ ما قالش ما تاكلوش على الارض هو قال نحن قوم ناكله اه بس ما قال لناس ما تاكلوش على التبليغ لو كان قال ما تاكلوش على التبليغ خلاص يبقى حكم النبي ماشي على رتبه من فوق الله ها واحد كان يقول لك الاله يستغفر لي رايح يعني بعد ما تاكل يبقى الحد اللي يطبق ما حدش قال كده ده شغل ده شغل ما ينفعش بس الطريقه دي بتقلب على النبي كده واحد تاني تقول ايه برد شعر على 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 اثاث وعلى كتاف ايه يا عم يقول لك اصل ده حديث يقول من حلق شعره فقد كفر
طب يعني ما تعرفش حلقه شعره يعني ايه؟ ده حلقه شعره على المصيبه. يعني واحد عنده ميت فقعد قطع شعره. هو في من يحفظه؟ قال لك لان النبي برئ من الحالقه والسالقه والشقه. انا عايزك واحد من يحفظ ولا لا؟ النبي برئ من الحالقه اللي هي بتقطع شعرها على الميت. السالقه اللي ترفع صفها على المصيبه، يا جمل يا فتح يا خربتي من بعدك وهكذا. الله لا يرضى بهذا لان الميت مات ورب العالمين حي لا يموت. ويا ناس ماتت ابائها وهم اطفال وربنا اسعدها سعاده ما حلم بها من تربى في كنف والديه. انت يوسف ما تربى مع ابوه انخطف من يعقوب ان محمد اروح ميت وربت امه وكان اسعد العالمين. يبقى الحالقه اللي بتقطع شعره ادي ما انحلق شعره فقط سنه النبي يا تحلق شعرك كله مش تعمله كريه بقى وتسيب تنسبسب وتبدا لا يا تحلقه نمره ثلاثه او اثنين او تحلقه بالمزن حلاقي واحد يحمد فمه يا اما انك انت تخليه زي ما هو النبي كان بيخليه. ليه؟ لان كانت الشمس حاميه فكان بيظلل على قفاه لان ضربه الشمس اذا جت من الخلف تبقى اشد ضربه. الطب بيثبت هذا ان لما الشمس تسلط على خلف الراس والبيئه الصحراويه حاره. بس النبي ما كانش بيسيبه في امداد الاساس كان بيلمه تحت العنه لان النبي ما مشاش براسه عيالها ابدا. فما يجيش واحد بقى يخيل على كتافه والنص نص شوف الراجل ما ربش عارف. بس النبي كان بيلبس عين وكان بيجاب الشعر تحت العين. قال شيء ثاني ربنا بارئ من الحالقه والسارقه والشاقه. الشاقه اللي هي بتقطع ثيابها على ميتها لان ربنا قال كلمه واحده عند المصيبه قال انا لله وانا اليه راجعون. زي واحد بيقول عزمت واحد عندي في البيت فانا قدم له حته لحمه اللحمه ملبسه الدفنه فقدتني وبعدين بيقول اديت له حته اللحمه اللي فيها الدنيا عايز اكرمه بدل ما ياخد حته ناشفه لا بدي له حته مرتبه. فبعدين قال له لا انا ما باكلش سمين. قال له ازاي انت تبقى مخالف سنه النبي؟ قال له ايه؟ قال له النبي قال له اذا اهدي الدهن الى احدكم فلا يرد. هو حديث صحيح ورد على النبي اذا اهدي الدهن الى احدكم فلا يرد بس مش دهن اللحمه، الدهن اللي هو الزيت اللي بيتعمل في الطيب اللي زي المسك ده اللي بتدهن بيه شعره وغير تدهين كده يحذيه. ده الدهن اللي الانسان بيستعمله في دهن شعره عشان خاطر الشعر يتم نظيف يمنع الهوام والميكروبات. يبقى الدهن هنا اللي هو طيب الرائحه زي المسك تمام. لان في حديث عن النبي اذا اهدي الريحان الى احدكم فلا يرد فانه من الجنه. لما واحد يديك قلوب ريحان ما تبوش مش حاجه لان الامام الترمذي راى النبي قال اذا اهدي الريحان الى احدكم ايه فلا يرد فانه ايه من الجنه. واحد يديك شويه مسك يديك شويه ريحان تبقى تقبلها بقبول حسن حتى لو ما كنتش تكرار بتاخد منه كنت عشان خاطر النبي. ولذلك سيدنا الحسين رضوان الله تعالى عليه الجاريه تحته دخلت له بعذر حال. تفضل يا سيدي قال لها انت حره. اللي يعني انت حره؟ يا ابن بنت رسول الله. نعم. ده انت بتعتقها عشان عذر حال؟ جاريه شريحه بمئات الدراهم تعتقها عشان عذر حال؟ انتوا عارفين الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال ايه؟ قال انها اهدت الي هديه وحيتني بتحيه والله يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ولم اجد احسن من هديتها الا عتقها فاعتقتها ابتغاء مرضات الله. فهي مساله مش مساله ان كل واحد على مزاجه شيء يقوم يجيب حديث وسامة. طب واحد بيسألوه يا عم انت ما بتحلقش شعرك قبل صلاة الجمعة ليه؟ قال لهم لأنه ورد في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. هو الحديث وارد فعلا بس هو نطقه غلط. هو مش نهى عن الحلق نهى عن الحلق. حلق يعني قبل صلاة الجمعة ما نحملش حلق قبل الخطبة ما نحطش نعمل دروس خاصة كل واحد ياخده 30 40 نفر ويدرسوهم قبل الخطبة. ليه؟ عشان يستعدوا لاستقبال الإمام. لأن أنت لو درست ولا لو التاني درس وتاني درس نطلع أحد المنبر الناس زهقت بقى من علمي يقول يا عم ما احنا تابعنا الكلام. سلام عليكم بقى احنا ماشيين. أدي الحلق ده في فرق بين الحلق وبين الحلق.
ده لقيت واحد كان بيقول له انت بتمنع المية عن غير جارك ليه؟ ما تخلي جارك يروي. ما دام انت رويت قال لك النبي قال كده. والله النبي ده مظلوم بين الخلق كمان. قال يا ابني. قال مش النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره. ايوه صحيح النبي قال كده. بس انت عارف ايه الماء وايه الزرع؟ ده النبي بيقول ما فيش واحد يتزوج امراه حامل. هل تتجوز واحده يكون دي صلاه او مطلقه وشوفها حامل ما تتجوزهاش الا بعد ما توضع حملها. ليه؟ حتى لا يسقي ماؤك اللي هو الملي زرع غيرك او حمل غيرك. هذه المساله. يبقى المساله مش مساله خبوزه وصرامح على ولاد اسلوب خطايا. فالمساله مش مساله فتوانه. كلا. ولذلك واحد بيقول جالي بوش عملت له كوبايه شاي صلاه بقى لي شاي سخن. بعد ما شرب الشاي السخن قام قال له يلا نفضله. قام الضيف اللي شرب السخن قال له ايه؟ قام اتفضل الاول. قال له انت مش كنت بتقول متوضي؟ قال له كنت متوضي بس النبي بيقول ان يشرب حاجه حاره او ياكل طعام حار يتوضى. قال ايوه بس النبي بعد كده بقى شرب الحار ولم يتوضى. يبقى ناخد باخر عمل لرسول الله. يبقى اللي ياكل طعام سخن او يشرب مشروب سخن ما ينكتش الوضوء. انا متوضي خلاص ما ينكتش الوضوء. هو غض حديث وساب الحديث الاخران. بلاش سمعوا الصلاه على رسول الله. الامام مالك اللي هو امام دار الهجره كان يرى ان الكلب اذا ولغ في الاناء ما يغسلش سبع مرات احداهن بالتراب. وسئل ازاي؟ قال لان راوي الحديث ابو هريره راى ان الكلب اذا ولغ في الاناء يغسل ثلاث مرات بالماء. ما دام راوي الحديث غسل ثلاث مرات يبقى هو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هذا حديث نسخ بعمل الراوي اللي هو ابو هريره. يبقى ابو هريره شاف النبي غسل موضع الكلب ثلاث مرات بالماء يبقى نسخ سبع مرات احداهن بالتراب. يبقى خلاص انتهى الحكم على غير كده. شيء ثاني بعد ما توحد من لا يغفل ولا يناء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس عمر ابن ام سلمة يأكل معه نصح الثلاث نصايح. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. الصحيح سنة عن النبي. ليه؟ ده اكل وشرب. قال لك لان النبي امر بهذا. وما دام امر بهذا تبقى دي سنته في الطعام. الاول يسمي الله فاذا نسي ان يسمي الله في اول الطعام وتذكر في وسط الطعام يبقى يقول بسم الله اوله واخره. مش يعيد الاكل من الاول. بياكل على فصله وبيقطع اكل. لا يقول بسم الله اوله واخره. ولذلك واحد قاعد ياكل قدام النبي نسي ان يسمي الله. ما خمش. هو قال في الاخر ذكر انت سميت الله يا فلان. قال لهم هذا نسيت. فسمى الله في اخر الاكل. تعرف النبي قال ايه؟ قال هذا اكل معه الشيطان فلما سمى الله فقال الشيطان ما اكل. يعني غاب الشيطان ياكل معه من اول الاكل ونازل اخر. فحتى اخينا ما سمى الله في الاخر الشيطان خطرت له حاله ايه؟ غلم النفس ان تركنا. لان الشياطين مخلوقه برضه مكونه من لحم ودم بس هيئتها غير هيئه بني ادم. الجن اشكالها مختلفه. في جن في شكل عقرب وجن في شكل حيه وجن في شكل كلب اسود. ولذلك لما يدخل بيتك كلب اسود ما تضربوش الا لما تستاذنه ثلاث مرات. قل له اقسمت عليك بالله لا تخرجن. اطلع حلفت بالله تطلع. فاذا ما طلعش قول كم مره حلفت بالله تطلع. إذا كانت مجرد ما تعرفش شيء اضربه بقى لأنه كذب الجن، أنا الجن حتى لو ما شعره. وأرجو إن يكون هذا الكلام خفيف عليكم بإذن الله. وما تخافوش إلا من الله وإلى آذان العشاء.